أما عن الكفرينجز أوف ذا سبرماتيك كورد فهي تتلخص في 3 structures كلها derivatives من structures بتكون الأنتيريور أبدومينال وول. فهناخدهم from deep to superficial يعني من جوه لبره، أدي السبرماتيك كورد بينما هو خارج من هذه الرينج التي هي السوبرفيشال انجوينال رينج. ما نخلطش بينها وبين الفتحة ديت، الفتحة دي السافينس اوبننج اللي كان داخل فيها الجريد سافينس فيني تبع اللور لمب، والحد الفاصل بينهم هنا هو الانجوينال ليجامنت اهي. طيب هنا ديت السوبرفيشال انجوينال رينج اللي هي الفتحة الخارجية، الفتحة الميديال للانجوينال كانال خرج منها مين؟ السبرماتيك كورد، خرج منها له كفرنج. هنا قاطعين السبرماتيك كورد اهو، فاصلين الكفرنجز دي، بعض من الكفرنجز. لو هناخدها من جوه لبره، فمن جوه كانت اول طبقه تحيط بالسبرماتيك كورد هي الانترنال سبرماتيك فاشيا، ودي الموست ديب، ودي بتمثل امتداد يعني برولونجيشن من الفاشيا ترانسفيرساليس. بس فين؟ جايه من جوه الفاشيا ترانسفيرساليس، الفتحه بتاعتها من جوه هي الديب انجوينال ايه؟ ديب انجوينال اوبننج او ديب انجوينال رينج. فمن هذه الفتحه بيمتد برولونجيشن من الفاشيا ترانسفيرساليس تمشي تحوط السبرماتيك كورد وتنزل مع الحد تحت، اسمها انترنال السبرماتيك فاشيا. اما الطبقه اللي تليها يعني سوبرفيشال لها طبقه الكريماستريك ماسل اند فاشيا، ودي تعتبر برولونجيشن من الانترنال اوبليك ماسل، بس فين؟ كانت في الانجوينال كانال. اما الطبقه الثالثه اللي احنا شايفينها قدامنا لونها احمر ورد ديت، فدي كانت برولونجيشن من هذه الابونيروسيس. مين الابونيروسيس ديت؟ دي الابونيروسيس اللي السوبرفيشال انجوينال رينج موجوده بداخلها، دي الاكسترنال اوبليك ابونيروسيس. ففي داون وورد برولونجيشن من الاكسترنال اوبليك ابونيروسيس عند السوبرفيشال انجوينال رينج، هذا الفيشال برولونجيشن اسمه اكسترنال سبرماتيك فاشيا. اذا انا عندي 3 فيشال برولونجيشن، واحده من عند الديب انجوينال رينج هي الانترنال سبرماتيك فاشيا جايه من الفاشيا ترانسفيرساليس، التانية في الانجوينال كانال اسمها ميد كريماستريك ماسل اند فاشيا جايه من الانترنال اوبليك ابونيرو من انترنال اوبليك ماسل، التالتة جايه من الاكسترنال اوبليك ابونيروسيس عند مين؟ عند السوبرفيشال انجوينال رينج، واسمها ايه؟ اسمها اكسترنال سبرماتيك فاشيا، وديت الموست سوبرفيشال، وهذه هي الثري برولونجيشنز او ثري كفرنجز اوف ذا سبرماتيك كورد. طب ماذا عن الكونتنتس اوف ذا سبرماتيك كورد؟ السبرماتيك كورد هو الاستراكشر اللي خارج من التست من التستس وداخل للانجوينال كانال، وهيعدي منها من السوبرفيشال للديب انجوينال رينج، ويمشي مشوار طويل هنتكلم عليه في بعد كده مع البلفس. هذا الاستراكشر اللي اسمه سبرماتيك كورد بيتكون من 9 كومبوننتس، الكومبوننتس بيتكونوا 9 استراكشرز، هي 3 تيوبولار استراكشر، 3 انابيب، وثلاثة نيرفس، وثلاثة فيزلز. الثلاث أنابيب كانت أكبرهم وأشهرهم وأهمهم هي الفاز ديفرنس. الفاز ديفرنس أكبر وأهم التيوبس اللي بتشكل السبرم الكونتنتس أوف ذا سبرماتيك كورد. إحنا بنحسها في النورمال أو الليفنج إنديفيديوال مش في الجثث، في الأحياء بنحسها زي إحساس ما بكون كهارد أو فيرم تيوبولار ماس، زي بالظبط انبوب الالم الجاف. يحيط بالسبرماتيك كورد مجموعه ليمفاتكس جايه من التستس وماشيه معاها، هي اسمها ليمفاتيك فيزلز، وتحيط ايضا بيه في نفس التوقيت بليكسس اوف فينز اسم على شكل تيوبز اسمها بامبيني فورم بليكسس اوف فينز. هذه الثري تيوبولار ستراكشرز اللي هي ايه؟ اللي هي الفاس ديفرنس والليمفاتكس المحيطه بيه والبامبيني فورم بليكسس اللي هتطلع من الاند بتاعتها التستيكولار رافين. ثم 3 نيرفس مش باينين طبعا في هذا الدياجرام، 3 نيرفس هم الاليو انجوينال نيرف، والاليو انجوينال نيرف ده برانش من اللي قلنا هنتكلم عليه بعد كده، الكريماستريك نيرف اللي هو الجينيتال برانش اوف جينيتوفيمورال نيرف، واخيرا السمباثيك نيرفس المحيطه بالارترز اللي بتغذي السبرماتيك كورد. ثم الثلاثة ارترز اكبر واشهر ارتر فيهم هو التستيكولار ارتر اللي جاي من الديسيندنج اللي جاي من الابدومينال اورتا. الارتر الثاني اسمه كريماستريك ارتري، ده كان برانش من الانفيريور ابيجاستريك ارتري، واخيرا الارتري اوف ذا فاز ده ارتري جاي من الانفيريور فيزيكال ارتري اللي هنتكلم عليه في البلفس.